السلام الملكي. حمدا لك اللهم ما هطل المطر، حمدا لك اللهم أمثال الدرر، حمدا لك اللهم كل صبيحة ما أشرقت شمس وما ابتسم القمر. والصلاة والسلام على خير البشر نبينا محمد المبعوث بالهداية والظفر، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البحشر، وبعد. معالي الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الحامد، معالي الأستاذ سعادة رئيس جامعة الأمير سطام الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن هلال الطلحي، أصحاب السعادة وكلاء الجامعة، أصحاب السعادة ضيوف الجامعة، أصحاب السعادة العمداء وأعضاء هيئة التدريس، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحباً وأهلا بكم أيها الجمع المبارك في يوم من أيام الوفاء، ولقاء من لقاءات تجديد العهد، وملتقى من ملتقيات تكريم من يستحق التكريم، ممن لهم في قلوبنا مكانة عالية، ولهم في نفوسنا مشاعر غالية، ولهم في ذاكرتنا مواقف جليلة مشرقة وإنجازات رائعة متألقة. حفلنا الكريم، نجتمع في هذا اليوم لتكريم قائد من قادة التعليم في بلادنا الغالية، ورمز من رموز التعليم الأكاديمي في جامعاتنا العريقة، وأستاذ أكاديمي من الطراز الأول في مجال الهندسة المدنية. مرحباً وأهلاً وسهلاً بمعالي الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الحامد في جامعته، جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، بين زملائه ومحبيه. مرحبا بكم في الجامعة التي يشهد كل جزء فيها بمحبتك وشكرك وتقديرك. رحلت ولكن نراك المقيم، ففي كل ركن جميل الأثر، رحلت وفي الروح تذكاركم كمزن السماء بعذب المطر، رحلت وفي الروح أشجانكم وفي القلب حب هفى واستقر. جمعنا المبارك خير بداية لكل البدايات، آيات من القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أيها الحفل الكريم، مناسبة كهذه المناسبة الغالية التي نحتفي فيها بمعالي الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الحامد، هي مناسبة تتزاحم فيها الكلمات، وتتسابق فيها العبارات، وتستثار فيها المشاعر الكريمة النبيلة. ولسعادة رئيس جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن هلال الطلحي كلمة بهذه المناسبة الغالية، فليتفضل مسددا موافقة. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أخي الكريم معالي الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الحامد،
أصحاب السعادة الزملاء وكلاء الجامعة، أصحاب السعادة الزملاء العمداء والعميدات وأعضاء وعضوات هيئة التدريس، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن مناسبات التكريم في جامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز عادة كريمة نقدم فيها جزءا يسيرا لمن يستحق منا الشكر والتقدير والتكريم والوفاء والعرفان. وقد اجتمعنا في هذا اليوم الجميل لنتشرف بتكريم معالي الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الحامد الرئيس السابق لهذه الجامعة الطموحة، فمرحبا وأهلا بمعاليكم في جامعتكم التي تركتم فيها أجمل الأثر وأروع الصور للقيادة الطموحة الحكيمة والعمل المؤسسي المتقن. أخي الكريم معالي الدكتور، كم تشرفت بثقة المقام السامي الكريم عندما صدر قرار تعييني رئيسا لجامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز، وإنني أرفع أجمل كلمات الشكر والامتنان لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله، ولصاحب المعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ لهذا التشريف الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني على أداء حقه. وكم تشرفت أيضا أن أكون خلفا لمعاليكم في جامعة فتية طموحة متميزة، وجدت فيها عطر سيرتكم المباركة عابقا في كل مكان. إنني يا صاحب المعالي في هذا المقام أقدر وأشكر تلكم الجهود المباركة التي بذلتموها في فترة رئاستكم للجامعة وما قبلها من جهود مباركة متميزة في عملكم في وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي. تلكم الجهود التي قدمتموها لبناء الجامعة وتقدمها بدعم كبير من قيادتنا الرشيدة أيدها الله للتعليم في شتى صوره ومجالاته، ومتابعة واهتمام من صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، ومتابعة ودعم من معالي وزير التعليم رئيس مجلس الجامعات. أخي الكريم الأستاذ الدكتور عبد العزيز الحامد، كم أشعر بالغبطة لكم وأنا أجد مكانتكم وذكراكم العطرة عند زملائي منسوبي الجامعة، وأزداد يقينا أن هذه النفوس الطيبة التي تحمل هذه المشاعر الوفية وهذا النبل وهذا الكرم وهذه الأصالة قادرة على أن تواصل معي سبيل التميز والنجاح الذي رسمتموه مع من سبقكم من قيادات هذه الجامعة ومنسوبيها الكرام. أختم كلمتي هذه بأجمل كلمات الشكر والتقدير لمعاليكم على كل ما قدمتموه للجامعة من بناء وتأسيس وتخطيط وتنظيم ومشاريع مميزة وروح طيبة في منسوب الجامعة أجدها في كل برنامج أو مشروع أو فعالية. شكرا لجميع زملائي وزميلاتي منسوبي الجامعة على ما وجدته فيهم من تعاون بناء مثمر وانتماء صادق للجامعة وخططها وبرامجها وفعالياتها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفلنا الكريم تاريخ مشرق وذكريات مضيئة وإنجازات رائعة ومواقف حافلة بالنجاح، كلمات تمثل شيئا يسيرا مما سنشاهده في هذا الفيلم التوثيقي الذي يحكي بعضا من جوانب سيرة ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الحامد. لا توجد خطوة عملاقة تصل بك إلى ما تريد، إنما يحتاج المرء إلى الكثير من الخطوات لتحقيق النجاح،
في عام 1404 للهجرة، كانت أولى خطوات الحامد عندما تخرج من جامعة الملك سعود حاملاً شهادة البكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية في تخصص هندسة مصادر المياه والهيدروليكيا، ليلتحق مباشرة في العمل الأكاديمي، حيث عين معيداً في الجامعة ليصعد السلم الأكاديمي من أوله ويكتسب خبرته بكافة مراحله. وفي عام 1407 نال شهادة الماجستير في ذات التخصص من جامعة الملك سعود، حتى قرر أن يسافر إلى برمنغهام في بريطانيا لينهل من علمهم ويكتسب من خبرتهم، ليعود حاملاً شهادة الدكتوراه في الفلسفة في الهندسة الصناعية. بدأ رحلته كأستاذ مساعد في عام 1412 للهجرة، فكان الملهم لطلابه والمعين لزملائه، حيث عين رئيساً لقسم الهندسة المدنية في جامعة الملك سعود. وها هي خطوات النجاح بدأت تكبر أمام عينيه، ليقود القسم الذي تخرج منه ويساهم في تحقيق أهدافه الأكاديمية، حتى جاء قرار معالي مدير جامعة الملك سعود بتعيينه عميداً لكلية الهندسة، فبدأت رحلة التغيير واكتساب المهارات القيادية والخوض في التجارب الأكاديمية والمشاركة في اللجان داخل وخارج الجامعة. في هذا الزمن الذي تسابقت فيه التقنيات وتدفقت فيه المعلومات وتقاربت فيه الشعوب وأصبح الاقتصاد محركاً رئيساً فيه، أصبح من الضروري أن نسارع الخطى لمسايرة هذا التقدم التقني والاستفادة منه، وأن نهيئ الظروف المناسبة لمسايرة هذا التطور الهائل والمنافسة فيه. الجامعات الحقيقة، وأتكلم بثقة عن كلية الهندسة في جامعة الملك سعود، هي إحدى الكليات الرائدة في مجال البحث العلمي، وهي الآن متسنمة الريادة على مستوى العالم العربي في عدد براءات الاختراع المسجلة في أوروبا وأمريكا. كما رأس وشارك في عضوية العديد من المجالس العلمية والعمادات المساندة، لفت الانتباه وحقق الإنجاز، فتم اختياره وكيلاً للدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الأمير سلطان ابن عبد العزيز. نقل خبراته المتراكمة من جامعة الملك سعود إلى جامعة الأمير سلطان، فصنع وهندس وقرر، وكان قريباً من المجال الذي يحبه البحث العلمي، فوضع بصمته البحثية وتجاربه العلمية ليمهد الطريق للباحثين في الجامعة ويقودهم لتحقيق الإنجازات، حتى جاء الأمر الملكي الكريم في رمضان من عام 1438 للهجرة بتعيين الحامد مديراً لجامعة الأمير سلطان ابن عبد العزيز بالمرتبة الممتازة، فنال معاليه شرف الثقة الملكية وشمر عن ساعديه لخدمة وطنه، فحلقت جامعة الأمير سلطان ابن عبد العزيز عالياً في سماء العلم والمعرفة والبحث العلمي، فحققت نجاحات بحثية وخرجت أجيالاً يفخر بها الوطن، فكانت جامعة الأمير سلطان في عهده نبراساً للبحث العلمي، حيث شهدت الجامعة تطوراً ملحوظاً في البحث العلمي حسب إحصائيات النشر في شبكة العلوم وفي قاعدة البيانات سكوبس، لما حظي به البحث العلمي من اهتمام ودعم من قيادة الجامعة مكنها من تحقيق أرقام قياسية متفوقة على العديد من الجامعات في المملكة. وفي التخطيط الاستراتيجي عمل الحامد مع فريق العمل في الجامعة على تدشين الإصدار الثاني من الخطة الاستراتيجية برؤية طموحة مواكبة لرؤية المملكة 2030. كما حصلت الجامعة في عام 2019 على الاعتماد المؤسسي الكامل لمدة 7 سنوات، وفي الاعتماد الدولي ارتفع عدد البرامج المعتمدة ل26 برنامجاً معتمداً اعتماداً دولياً، واحتلت الجامعة المركز السادس بين الجامعات السعودية في عام 2020 في النشر العلمي. كما حازت الجامعة في أول سنة من تولي الحامد لرئاستها على جائزة التميز التعليمي الإلكتروني للمؤسسات التعليمية وجائزة البلاك بورد الدولية للتميز في قيادة التغيير في التعليم الإلكتروني وجائزة التميز الرقمي من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وعلى نطاق المشاريع والبنية التحتية.
أشرف الحامد خلال فترة تكليفه على استكمال العديد من المشاريع في جامعة الأمير سطام، كما أنشأت الجامعة مركز تطوير المحتوى الرقمي ومركز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها وصندوق طلاب المنح ومركز ريادة الأعمال رواد، واستحدثت أكثر من 20 برنامجا للماجستير. وفي ختام مسيرته المتنوعة ودع الأستاذ الدكتور الشاعر جامعته جامعة الأمير سطام بكلمات وداع حانية صاغها من القلب، كما استقبل سيلا من ردود الفعل تعبيرا وحبا وإخلاصا لقائدهم. فكان الوداع عنوانا للانتقال لخدمة الوطن في مكان آخر يحقق به نجاحاته العلمية والشخصية. اليوم جامعة الأمير سطام أثبتت وبدون مجال للشك بأن أبنائها وبناتها وأعضاء هيئة التدريس جميعهم قادرون على المنافسة وجميعهم مستعدون للمساهمة في بناء المملكة العربية السعودية الجديدة. فشكراً لما قدمت لوطنك، ويحق لجامعتك أن تفخر وتحتفي بك. صاحب المعالي الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الحامد، في قلب كل واحد منا تجاهكم في جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز مشاعر جياشة وأحاسيس مرهفة وكلمات تختلج في القلب والروح. ونبقى الآن مع كلمة لممثل منسوبي الجامعة يلقيها الدكتور مبارك بن عبيد الحربي عميد معهد البحوث والخدمات الاستشارية بالجامعة. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى. معالي الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الحامد، صاحب السعادة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن هلال الطلحي رئيس الجامعة، أصحاب السعادة، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في وطن عظيم هو وجهة للأمم، وفي منطقة رائدة واقعا وحلم، وفي محافظة متميزة حاضرا وقدم، وفي جامعة متألقة معرفة وعلم، وفي حضور مبهر وملهم، أقف اليوم لأنثر أحرفاً وكلم في حفل تكريم واحتفاء بمعالي الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الحامد رئيس الجامعة الأسبق. كلفت وشرفت وحضرت ووقفت وكتبت ما اعتقدت حباً ووفاء، تقديراً وامتناناً، أصالة عن النفس ونيابة عن الزملاء والزميلات الأكارم. مرحبا بكم صاحب المعالي في جامعتكم جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، عنوان من عنوانات العلم والمعرفة في بلادنا الغالية، جامعة واقعها يحكي قصة النهضة العلمية وبناء المعرفة المنافسة في محافظات جنوب الرياض في زمن ملك يرسم لوطننا الغالي معالم النهضة العالمية، وولي عهد يشكل لبلادنا الحبيبة ملامح الحضارة التنافسية الرائدة. معالي الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الحامد، في كل جزء من هذه الجامعة تظهر لمسة إبداع ولوحة إنجاز وصورة تميز
وقصة نجاح صاغها معاليكم بفكره، ورسمها بريشة إبداعه، وأخرجها حكاية تألق تحكى وتروى على الدوام. إن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا توفيق الله أولاً وآخراً، ثم دعم واهتمام قيادتنا الرشيدة التي تتخذ من خدمة هذا الشعب شرفاً ومجداً وعزاً وهدفاً يعلو فوق كل الأهداف والأولويات، ثم هي رؤية وزارتنا الثاقبة ودعمها اللامحدود للجامعات بقيادة وزيرها الرائد حضوراً وعطاءً واهتماماً معالي الوزير حمد بن محمد آل الشيخ. إن هذا الاحتفال اليوم معالي الدكتور ما هو إلا رمز محبة ووفاء وشكر وعرفان من كل منسوب الجامعة، حيث شهد لكم الإنسان والمكان في هذه الجامعة بصدق التوجه في خدمة الوطن وخدمة أبناء المنطقة على مدى سنوات مثلت نقلات نوعية في مسيرة جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز. أبا أسامة، أيها النبيل، لقد وجدنا فيك طيلة فترة عملنا معك صدق القول وحب العمل وتوجيه صادر من القلب، مع صفاء سريرة وحسن طوية وتواضع جم ونفس كريمة صافية لا تحمل حقدا ولا تنسى فضلا. فرض علينا كل ذلك احترام شخصك وزادنا معرفة بنفاسة جوهرك. وإني لأحسب أبا أسامة أنك قد أوتيت توفيقا من الله عز وجل نظير ما تتمتع به من حسن الشمائل وجميل الفضائل، وهي لعمر الله صفات أعظم من أن تكتبها عبارة أو يخطها يراع على عجل. أبا أسامة، يا من أحب الناس فأحبوا، وصدقهم فصدقوا معه، واحترمهم فاحترموه وقدروه، عهدك في جامعتنا زاهر، وأثرك في تطورها ظاهر، وذكرك في الأرجاء عاطر، وشخصك وخلقك وتواضعك نشهد الله والخلق نادر. خلق كأن الشمس تحسدكم على كرم الطباع وزينة الأوصاف، ضمنت لك الدنيا الثناء فكلما ذكروك جاد الناس بالإتحاف. يا صاحب الفعل الجميل والخلق النبيل، أيها الإنسان الذي تعددت محاسنه وتكاثرت فضائله، اقبل من زملائك اليوم في جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز الوفاء في أجمل حلله، والزمالة في أرقى معانيها، والأخوة في أبهى صورها. لكم معالي الدكتور من كل أهالي الخرج والدلم وحوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والمراكز التابعة لها، كل الحب والتقدير على كل ما فعلت وعلى كل ما بذلت وعلى كل ما قدمت. وعذراً ثم عذراً، انتهت مني الحروف وعجزت الكلمات ونسي البنان، وقصرنا في بيان شيء من حقك وفضلك، ولم تستطع الكلمات الوفاء بشكرك. ثم شكرا لسعادة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الطلحي المتألق روحا وعطاء، الوفي قولا وفعلا، الراقي تعاملا وأداء، الذي سطر بهذا الحفل أعظم مواقف النبل وأجمل أخلاق الرجال وأجزل معالم الوفاء، ليرسخ بفعله اليوم الجميل وفكره النير هذا التقليد الحضاري الراقي الذي يكون فيه الاحتفاء بأهل الفضل والعطاء الوطني المتميز. شكراً أبا ناصر على كل فعل وقول جميل تبثه في جامعتنا المتألقة لترتقي بها في مدارج التميز ومواقع الريادة والصدارة والحضور الفاعل والمتألق أكاديمياً
وبحثياً ومجتمعياً. حفظ الله ولاة أمرنا وأيدهم وأدام عزهم وتوفيقهم، وأدام ربي أمن بلادنا وإيمانها، وأعزها ربي وخذل أعداءها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفلنا الكريم. لشخصية هذا الحفل معالي الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الحامد كلمة بهذه المناسبة، فليتفضل محفوفا بالتوفيق والسداد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب السعادة رئيس الجامعة أستاذ دكتور عبد الرحمن بن هلال الطلحي، أصحاب السعادة وكلاء الجامعة، العمداء، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مثل هذه المناسبات في الحقيقة يعجز اللسان عن التعبير وتعز الكلمة ويصعب وصف المشاعر، ولعل دائما أنا محظوظ بأن يسبقني الدكتور مبارك في كثير من المناسبات. والدكتور مبارك ممن أعطاه الله مزامير الخطابة والكلام الجميل، فهو يثير المشاعر ويصف أكثر مما نصف، فهو أديب وشاعر ونبيل من النبلاء الذي أعتز بهم وأعتز بمعرفتهم، ولكنه ذكر كلاما كثيرا في حقي ربما لا أستحق، فأسأل الله لي وله العفو والغفران. قبل أن أبدأ كلمتي أود في البداية أن أقدم شكري الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله على الثقة الغالية بتعييني رئيسا للجامعة في الأربع سنوات الماضية، وهو وسام شرف أعتز به طاعة لولاة أمري وخدمة لوطني وأبنائه. وأسأل الله تعالى أن أكون قد أديت الأمانة وقدمت ما يوازي هذه الثقة الغالية. كما أقدم شكري أيضا موصولا لأصحاب المعالي وزراء التعليم ونوابهم الذين عملت معهم خلال فترة رئاستي في الجامعة، ولكم أنتم زملائي في الجامعة وكلاء الجامعة وعمدائها ووكلائهم ورؤساء الأقسام ومدراء الإدارات وموظفي مكتب رئيس الجامعة وجميع منسوب الجامعة من موظفينا وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات على دعمكم ومساندتكم لتوجهات الجامعة خلال السنوات الماضية، والذي كان له الأثر الأكبر في تسهيل مهمتي، فلكم مني جميعا الشكر والتقدير. أيها الأحبة، قدمت لهذه الجامعة في عام 1434 للهجرة وحيدا وغريبا، خائفا ومترقبا، متوثبا لتحقيق إنجاز، وطامحا لترك أثر في منطقة غالية، منبت لخير مديد وموئل لتاريخ تليد في وطن نحبه جميعا. يحدوني الأمل والرجاء بعون من خالق الأرض ورافع السماء، فبدأت الرحلة وأعددنا العدة ووضعنا الخطة
وكنتم أنتم العون والوقود ومثال للتحدي والصمود، فنبتت البذرة وأينعت الزهرة، فكانت بواكير قطف الثمرة صرح علمي شامخ يصنع التاريخ وينافس النظراء ويبني الإنسان ويطور المكان حيثما كان في كل مناسبة وفي كل زمان. وخلال هذه السنوات الثمان عملت رفقة صفوة من المخلصين، رجال ونساء وشباب تعلو بهم الهمة ويشد بهم العزم، وهم الرهان الكاسب في كل مهمة، فشكرا لهم جميعا. وإن كان الشكر لا يوفيهم حقهم، فهم يستحقون الكثير من الثناء والدعاء وكل أصناف التكريم. أحبائي، من سنن الله الكونية الحل والترحال، وبعد هذه الرحلة أغادر هذا الصرح وهذا المكان وكل رضا واعتزاز وامتنان. فقد حققنا سويا شيئا مما يدور في الذهن وفي البال، وتركنا أبواب الطموح مشرعة لأجيال الحلم والخيال. فالحلم لا زال في أول المشوار، فشدوا العزم وواصلوا المسار. كما أنني ممتن لهذه السنوات التي أكسبتني معرفة الكثير من النبلاء الأوفياء الذين أبادلهم الود بالود والمحبة بالمحبة، ولهم في القلب مكانة وتقديرا، فقد غمروني بمشاعر الود الصادقة وكلمات الوفاء العطرة واستذكار العشرة الصافية. فباحت العين بما أخفت من دموع الفرح الممزوج بشيء من الخوف والوجل، وتوقفت الكلمات في الصدر وعجز اللسان عن التعبير بما يخالج القلب والوجدان، وارتعش القلم بين الأصابع والبنان. فرح بهذا الشكر والثناء وتقدير الجهد والعطاء، وبهذا الأثر والبناء، وبمحبة الناس والزملاء، وخوف من سطوة النفس وميل الجنان، وعجب قد يزينه لي الشيطان. فادعوا لأخيكم بثبات القلب وزكاة النفس من الميل والخذلان، وأن يكون ما قدمته خالصا لوجه الواحد الديان، وأن تكون العاقبة عتق من النيران وفوز بالجنان. أحبائي، أشكر لكم جميعا هذا الاحتفاء وهذه المشاعر النبيلة، وأسأل الله أن يديم الود بيننا، وأن يكون خلف هذه الجامعة أستاذ الدكتور عبد الرحمن الطلحي خيرا من سلفه، وأدعو له ولكم بالعون والتوفيق والسداد، وأشكر له هذه البادرة في إقامة هذا الاحتفاء وحرصه الشخصي على إقامتها رغم صعوبة الظروف والتحديات الراهنة. كما أقدم شكري للجميع فردا فردا، للزملاء في الجامعة وللوجهاء والأهالي في محافظات ومراكز جنوب منطقة الرياض على حسن معشرهم وتعاونهم وحرصهم على التفاعل المثمر مع توجهات الجامعة وطموحاتها. وأتمنى أن أكون قد وفقت لخدمة أبناء وبنات هذه المنطقة، كما أرجو قبول اعتذاري لكل من أخطأت بحقه أو عليه من دون أي قصد مني، فكلنا خطاؤون وكلنا ذلك الرجل. وأدعو الله أن يبارك في جهود جميع العاملين في هذه الجامعة، وأن يمدكم بعونه وتوفيقه، كما أشد على أيديكم بأن تتعاهدوا هذا البنيان والتعاون مع رئيس الجامعة، فهذا الصرح يحتاج منا العمل الجاد والدؤوب، فعملكم شريف يستهدف الإنسان، ونتاجه عظيم تنهض به الأمم والأوطان. ختاما، اقبلوا مني هذه الكلمات شكرا، شكر لمن حضر أو قدم العذرا، فصنيعكم قد زان الحفل بهجاتي، شكر لمن لهم في القلب منزلة
من نبلهم جاشت في الصدر أناتي، قد أمطروني بسيل من مشاعرهم، تفوح حب فزاد الوجد لوعاتي، وكان منهم وفاء لا شبيه له، جادوا بها بوح مع دمح زلاتي، فألبسوني وشاح قد شرفت به، أزهو به عمر ليلا وساعاتي، وطوقوني بود ليس يعدله شكر وإن جزلت في الشعر أبياتي، فألف شكر لمن بالعفو بادرني، وألف ألف لمن أسداني دعواتي، وألف شكر لمن بالخير يذكرني، وألف ألف لمن في العين دمعاتي، وألف شكر لمن في حبهم صدعوا، وألف ألف لمن في الحلق غصاتي. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحفل الكريم، نبقى وإياكم الآن مع التكريم. هدية مقدمة من إدارة الجامعة يسلمها نيابة عن منسوبي الجامعة سعادة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن من هلال الطلحي. هدية شخصية مقدمة من سعادة رئيس الجامعة سعادة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن هلال الطلحي. هدية شخصية مقدمة من سعادة الدكتور ناصر بن سعد القحطاني وكيل الجامعة للتطوير والجودة. هدية شخصية مقدمة من سعادة الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الله الجمعة وكيل الجامعة. هدية شخصية مقدمة من وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية يسلمها سعادة الدكتور مشاري من عياد العصيمي وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية. هدية شخصية مقدمة من سعادة الدكتورة بشرى بنت أحمد الحماد وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات. هدية شخصية مقدمة من مجموعة من عمداء الكليات والعمادات المساندة وهم الدكتور أحمد بن سليمان العليوي، الدكتور باتل بن خالد العنزي، الدكتور حسن بن ناصر الدروي، الدكتورة حصة بنت راشد الهزاني، الدكتور خالد بن عبد الله الغملاس، الدكتور رائد بن عبد الله اليوسف، الدكتور عبد الرحمن بن عبيد الرفدي، الدكتور عبد العزيز بن محمد الصقر، الدكتور عيسى بن خلف الدوسري، الدكتور فهد بن شحيل العلوي، الدكتور ماهر بن فضل العنزي، الدكتور مبارك بن عبيد الحربي، الدكتور محمد بن مسعود الحيدر، الدكتورة مليحة بنت محمد القحطاني. يسلمها نيابة عنهم سعادة الأستاذ الدكتور ماهر بن مفضل العنزي عميد كلية العلوم الطبية والتطبيقية. هدية شخصية مقدمة من سعادة الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم الحارثي عميد كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالخارج.
هدية مقدمة من عمادة تقنية المعلومات والتعليم عن بعد، يسلمها سعادة الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الداعج عميد العمادة. هدية مقدمة من كلية إدارة الأعمال في حوضة بني تميم، يسلمها سعادة الدكتور إبراهيم بن محمد الداوود عميد الكلية. هدية شخصية مقدمة من سعادة الدكتور عمر بن نوح الطيري عميد كلية إدارة الأعمال بوادي الدواسر. كلية العلوم والآداب بوادي الدواسر. هدية شخصية مقدمة من سعادة الأستاذ الدكتور عبد الوهاب بن علي أبو درمان عضو هيئة تدريس بكلية الطب. هدية شخصية مقدمة من سعادة الدكتور باتل خالد العنزي رئيس شركة سدو لحلول الأعمال. بالغ الشكر والتقدير لمعهد البحوث والخدمات الاستشارية لرعايته هذا الحفل. ندعو سعادتكم لالتقاط صورة جماعية بهذه المناسبة. نشكر حضوركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.